السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم شلوان او كيلينتي، عنده بزاف ديال الاسماء، هو اكله شعبيه مغربيه. تابعوا معي مراحل التحضير. اول حاجه في الحمص غادي ندير الزيت كاس، جوج كيسان جوج زلافات خصهم جوج كيسان. ثم نضيف جوج ديال البيضات ونحركهم، جوج كيسان صغار ديال الحليب، نحاول نخلط مزيان. ندير الملحة حسب بالذوق، ما نديروش بزاف لان في الاخير احنا اصلا كنسموه بالملح والكمون وعاد كناكلوه والحار. شويه ديال الابزار، واحد ربع معلقه صغيره. خلطت، ثم 8 ديال الزلايف ديال الماء، انا بدلت الجبانه باش تكفيني. من بعد ما درت 8 ديال الزلايف ديال الماء كناخذ شويه بشويه ديال هذا الخليط هذا، كنحاول نطحنه في طحانه كهربائيه. وكنخلط كل شيء في مره واحده تيجي بحال هكذا. هو تيبان دابا بانه خفيف بزاف، ولكن الحمص كيشرب الماء بزاف، كيشربو بكثره، يعني في الفران غادي يشرب هذا الماء كامل ويولي بحال الكغاطا. غادي ناخذ مول كيدخل الفران بحال ديال الكغاطا او ديال الكيك او اي حاجه. غادي نحاول ندهنو بشويه ديال الزيت، ثم غادي نحاول نبقى نخلط ونهز بحال هكا باش ما نهزش غير الماء. ثم غادي ندخلو للفرن، الفرن مسخن من قبل. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء 200 درجه، لان كياخذ وقت طويل باش كيطيب، وكنشعلو من الفوق ومن التحت مع المراقبه طبعا. واللي عنده الفرن ديال الغاز يشعل غير من التحت، نار متوسطه ما تكونش مهيله بزاف، وحتى هو مع المراقبه. بعد ما كيطيب تقريبا واحد ساعه و15 دقيقه كندخلو فيه عود بحال هكا، ما كيخرجش نقي 100%، ولكن كتكون طابت وتحمرت هكذا مع على الوجه. دابا كنعرفوه بانه طاب، كنخليوه حتى تيدفى، كيتكل دافي، كنخليوه كيدفى وعاد كنقدموه. من بعد ما كيدفى كنقدموه مع فلفل حار والكمون. كيجي بحال هكذا، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، وتشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح وحلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملح وحلو. وبالصحه والراحه. وباش تشتركوا في القناه يكفي تضغطوا على اللوغو اللي كيبان لكم في يمين الشاشه، وباش تشوفوا وصفات سابقه شبيهه بالوصفه اليوم ضغطوا على الفيديوهات اللي كيظهروا لكم في الشاشه.